السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم. أنا اسمي أحمد محمود الصالحي، أعمل في مستشفى أسكليبيوس كلينيكوم هاربورغ الذي يقع في مدينة هامبورغ. أنا استشاري جراحة قلب. نقوم في هذا المستشفى بإجراء جميع أنواع عمليات القلب للكبار، طبعا بالدرجة الأولى عمليات القلب التي تخص الأوعية التاجية التي نسميها bypass operation. كذلك نقوم بعمليات للصمام سواء عن طريق فتح الصدر أو حتى عن طريق فتحات صغيرة أو بدون أن نفتح الصدر. نرحب بكم سواء كنتم في هامبورغ أو في أي مدينة من ألمانيا أو في البلاد العربية أو في أي بلد من أنحاء العالم، نرحب بكم في هذا المستشفى في قسم جراحة القلب. زورونا على الموقع. أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.